موعد وتوقيت مباراة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب وجميع القنوات الناقلة. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يواجه منتخب مصر نظير منتخب قطر في مباراة قوية ومثيرة لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب. وخرج منتخب مصر من نصف النهائي أمام منتخب تونس، بينما خرج منتخب قطر أمام منتخب الجزائر في نصف النهائي. وكان المنتخبين تأهلوا متصدرين لمجموعاتهم إلى ربع النهائي. وحققت مصر الفوز على الأردن وخسرت أمام تونس، وفازت قطر على الإمارات وخسرت أمام الجزائر. مباراة مصر وقطر لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت القادم 18 ديسمبر، وتنطلق المباراة في تمام 11 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 12 ظهرا بتوقيت مصر ولبنان والأردن، 1 ظهرا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق وسوريا واليمن والبحرين وليبيا، 2 ظهرا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان. وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المفتوحة والكأس المفتوحة وأون تايم سبورتس. منتظرين توقعاتكم عن نتيجة المباراة في التعليقات، وما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة.